نحن في مسجد الشيخ سيدي عبد السلام الأصمر رحمه الله تعالى، وفي أجواء المسابقة السنوية في هذه الزاوية المباركة تحت شعار الزاوية الأسمرية 5 قرون من العطاء ولا تزال. وقد كانت المسابقة على مقسومة على جانبين، جانب في الفترة الصباحية وجانب في الفترة المسائية، وهذه الجوانب لها لجنتين، لجنة فيها 4 مشايخ ولجنة أخرى فيها 4 مشايخ. وكذلك كان التحكيم في جوانب كثيرة، جانب القرآن الكريم كاملا، وجانب حفظ النصف الأول وحفظ النصف الأخير، وجانب حفظ الأجزاء الثلاثة الأخيرة، وجانب حفظ جزء عام، وبالإضافة إلى حفظ المتون الشرعية المختلفة مثل تحفة الأطفال ومتن الجزرية والرحبية ومتن ابن عاشر ورسالة الإمام قلون. عبد الله علي عبيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم احمد عبد القادر المساسي. حمدي. 6 رتبت فلتعرفي همز فلتعرفي. شخص قد سما دون طيب منزل في تقى مطاع ظالما. الاسم مؤيد فرج سالم الشريدي. أدرس بالزاوية الأسمرية على فضيلة الشيخ أحمد علي أحمد خليفة شمالة، واشتركت في جانب الربع الأول من القرآن الكريم، وفي متن تحفة الأطفال ومتن ابن عاشر ومتن رسالة الإمام قالون. وكانت المسابقة سهلة وأسئلة متوسطة في تناول الجميع، وأتمنى للجميع الزملاء والمشاركين التوفيق والنجاح بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.